جاء إلى العمرة وطاف ولكن سعى 9 أشواط ولم يحلق رأسه ولم يقصر وتحلل، ماذا عليه؟ 9 أشواط يكفي 7، والشوطان الزائدان لا حكم لهما، طوافه صحيح ولا تضر الزيادة. وأما أنه لبس قبل أن يحلق هذا غلط، عليه أنه يعيد ملابس الإحرام ويخلع المخيطات ويعيد ملابس الإحرام ثم يحلق رأسه وهو عليه ملابس الإحرام، ثم بعد ذلك يلبس ثيابه. نعم.